حنايا الان غادي نديروا سحب القرعه بالنسبه لشهر تسعود، شهر شوتنبير. كثير من السيدات اللي شاركوا معنا اكيد الوصفات ديالهم. منى عطيتك واحد الطبق اللي فيه وريقات وارقام هاتف، وغادي نطلب منك تاخذي لنا وريقه نكتشفوا شكون اللي غادي يربح. مع فقرة نساء إيديال وضامتي، شاركي وفوزي بسلسلة من الذهب الخالص كل شهر، وكذلك العديد من منتوجات إيديال وضامتي للربح كل يوم. وانتي أش من منتوج غتستعملي اليوم؟ إيديال لنغدي الفرحة. مونة فتو ضيفتي هاد الصباح سحبات رقم وسحبات ورقة. مونة غتقولي لينا شنو المعطيات اللي عندك تما يا لالا في الورقة. ألوغ صفة بالشارية بالكرعين معسلين وبضمة البنة بقري وبضمة زعفران. وشكون صاحبة الوصفة؟ سعيدة الكاروني جوبونس. سعيدة كاروني. غادي نعطيوه الرقم كروني. اللي تما نعطيوه العبد الرحيم. غادي نعطيوه العبد الرحيم. إذا سعيدة كنقولوا لسعيدة ألف مبروك صاحبة الوصفة، كيف سمعنا ديال السفة بالكرعين معسلين. عمري ما سمعت. مبروك مبروك طبعا لسعيدة، وحنايا غادي نتصلوا بها. أتمنى على أنها تكون معنا وتجاوبنا، وكنذكر على أنه عندنا لها هدية رائعة هاد الصباح نتابعو جميع. تليفون كيسوني. أنا من عشاق ياك، ولكن هذه وصفه جديده. وفعلا فاش كان داز معنا في البرنامج كان تارت الفضول ديال كيفاش كتقول سفه بالكرعين معسلين، وشو سبحان الله العظيم الاخت سعيده اللي كتب لها انها تفوز معنا في سحب القرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لله سعيده. نعم لله. انت يا سعيده معك سناء الزعيم. اهلا مرحبا. لاباس عليك؟ شخبارك؟ بخير كلشي بخير. لا سعيده راك دايزه معايا الان مباشره على راديو اسواس. اها. ولا سعيده اليوم كان عندنا سحب القرعه في مسابقه ايديال وضامتي. وعندي لك واحد الخبر زوين. الله الله يفرحنا ويفرحك لله. امين امين يا ربي امين. لا سعيده. نعم لله. واش بعدا كتعرفي تصغرتي؟ ايوا كان نزغرت، ولكن انا في الخدمه. ونزغرتو في الخدمه. لا سعيده. وانت يا سبقتيها لي عربون محبه. لا سعيده مبروك تربحي معنا السلسله ديال الذهب الخالص. الف 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 مبروك. لا سعيده يعطيكم الخير. شكرا فرحتوني في الدنيا والاخره. امين 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 امين. الله يفرحكم. شكرا بزاف بزاف. الحمد لله كلكم كنشكركم. الله يبارك فيك. الإذاعة كلهم كنشكركم. أصوات 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 أصوات. الله يبارك فيك. إذاعة أصوات مرحبا بها تسيعنا. الله يبارك فيك. لا سعيدة. لا سعيدة أنت في أش من مدينة؟ أنا في الدار البيضاء. في الدار البيضاء. ولا سعيدة؟ نعم. دابا انا بغيت غير نبشرك بهذا الخبر سعيد، لانه حنا درنا القرعه في الاستوديو ان شاء الله عاد غادي نعاودوا نتصلوا بك. لا حنا غنعاودوا ان شاء الله نتصلوا بك باش نقولوا لك فوقاش غادي ان شاء الله تجي تسلمي الهديه ديالك. وكذلك كذلك عربون محبة عندي هدية أخرى لسعيدة، هو أنه الوصفة ديال السفة ديال الشعرية بالكرعين معسلين اللي ربحتي بها معنا في المسابقة إيديال وضامتي. غادي نصورها أنا وياك فيديو، وهذاك الفيديو إن شاء الله غادي ننشروه على كل وسائل التواصل الاجتماعي ديالنا ونقسموها مع كل السيدات إن شاء الله.